احتفل عدد من دول العالم بساعة الأرض التي يتم الاحتفال بها يوم السبت الأخير من شهر مارس من كل عام، وأضفأت هذه الدول العديدة من المعالم الأساسية لكل دولة، كما حرص أيضا المواطنون في كل دولة على المشاركة في هذا الحدث المناخي، ويشارك الملايين من الأشخاص في جميع أنحاء العالم في إطفاء الأنوار لمدة ساعة كرمز لرفع الوعي بالقضايا التي تواجه كوكب الأرض.